دشنت هيئة البحرين للثقافة والآثار كتاب الثقافة والدبلوماسية، وذلك في متحف البحرين الوطني بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، ومعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة الثقافة، حيث يعد هذا الكتاب امتدادا للمؤتمر الذي تم تنظيمه بتعاون ما بين وزارة الخارجية وهيئة البحرين للثقافة والآثار وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية خلال شهر أكتوبر 2019. امتدادا للنجاح الذي تحقق في مؤتمر الثقافة والدبلوماسية، دشنت هيئة البحرين للثقافة والآثار كتاب الثقافة والدبلوماسية، والذي يجمع أوراق العمل والبنود التي قدمها المشاركون في المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية، ليكون بذلك مرجعا مهما في هذا المجال. الكتاب يوثق نشاط جميل بدأ بين وزارة الخارجية والثقافة، الثقافة والدبلوماسية. كتاب يضم هذه المبادرة، يوثقها، يرصدها، ويعمل على ترشينها كل عامين، مثل ما هي الأنشطة الدورية التي تتكرر ربما كل عامين. نتمنى أن يكون هذا الملتقى للثقافة والخارجية ليعزز التواصل. الكتاب يضم كل المداخلات التي تمت على مدى يومين باللغتين العربية والإنجليزية لكي يصل إلى كل متلقي، يعزز هذا الجانب ويقدم مملكة البحرين في أجمل صورة، في أجمل تعاون. نتمنى أن يستمر، وسوف يستمر بجهود القائمين عليه. في هذا الكتاب تم تسليط الضوء على أبرز البنود التي طرحت في المؤتمر على مدار يومين، حيث تم إلقاء الضوء في تلك المشاركات على جوانب هامة من الإرث الثقافي لمملكة البحرين وانعكاساتها الدولية المتمثلة بالقوى الناعمة والدبلوماسية الثقافية البحرينية. كان مشروع جدا مهم، وتمتعنا بكل أمانة أن احنا نعمل مع هيئة الثقافة والآثار، وأخص شكري لمعالي الشيخة مي ولسعادة الشيخة هلا على دعمهم وعلى دعمهم المستمر في هالمجال. الدبلوماسية مثل ما أنتم عارفين يعني مهم أن احنا نتطرق إلى جميع تشعباتها، وأهم تشعب بالنسبة لنا واللي تتناول الكتاب هو الدبلوماسية والثقافة. فالكتاب جدا جميل ويأرخ الدبلوماسية والثقافة وأهم المقومات اللي تتمتع في دبلوماسية مملكة البحرين وثقافة وتاريخ مملكة البحرين. يذكر أن مؤتمر الثقافة والدبلوماسية الذي عقد في عام 2019 جاء ليؤكد على أهمية تعزيز التعاون ما بين القطاعين الدبلوماسي والثقافي، حيث تناول خلال جلساته وندواته عددا من المحاور والموضوعات كالثقافة والعلاقات الدولية، الثقافة والقوة الناعمة، والفنون والموسيقى والدبلوماسية، والدبلوماسية وقوة الكلمة في التواصل. امتدادا لمؤتمر الثقافة والدبلوماسية الذي عقد في أكتوبر 2019، تم تدشين هذا الكتاب لتضم صفحاته سلسلة من الكلمات والمشاركات التي دارت في المؤتمر، حيث تناول الدور القوة الناعمة في العلاقات الدبلوماسية وقوة الثقافة في تقوية الروابط العالمية والتطورات الشاملة للمؤسسات والممارسات والتقنيات الثقافية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.